بهاي الراحة يعني قال لي عندك عجز تقريبا نوصل ل 80-90% إجباري يعني أزرع. هكذا يعد خالد أيامه المفصلية التي يتوقعها له الطبيب، وهو يواجه ملحمة علاجية مصيرية إلى جانب العوز الذي لم يترك أمامه سوى مصدر العمالة. خالد الشاب العشريني يمثل نموذجا لمئات الشباب الذين لا يجدون أمام تكاليف العلاج الباهظة سبيلا لحل معاناتهم. والله أنا قبل 9 أشهر 8 أشهر تقريبا أشتغل عمالة، فجأة صرت مريض ودوني المستشفى. أحد الدكاترة قال لي عندك صعود بالكرياتين واليوريا، وسبب عندك فشل كلوي باثنينهم. فراجعت أطباء بربيل، وكل راح أنطي تقريبا 1.5 مليون مليونين مجرد علاج، وما بها أي فائدة، يعني العلاج لا قدم ولا آخر بصحتي. طلب من عندي دكتور أن أزرع كلى، وزرع كلى مبلغها يعني كلش كبير، تقريبا يصل 90 مليون 80، وإحنا ناس كسابة يعني عمالة ما عندنا هذا المبلغ. بعد جلسات علاجية عديدة وزيارات للأطباء، أفاد خالد بأن أموال عائلته نفدت بسبب تكاليف الرعاية الطبية، وها هو ينظر خلال نافذة غرفته إلى بصيص من الأمل، إذ بدأ الوقت في التلاشي والعد التنازلي لحياته قد بدأ. الأطباء قالوا فشل كلوي من لازم عملية، بعدين وديته قبل شهر قال لي لازم عملية ما منها، أسرع أنت راتب أمورك، وتعرف أنت والله أستاذ أحمد ما الأمور تعبانة. أريد ناشد الخيرين، الناس الطيبة والناس اللي يعاونونا بالعلاج، ما يعاونونا عن شيء، لا ما رايدين فلوس، احنا الفلوس كلناها كثيرة، بس احنا نريد شيء هسه حياته أبدأ من كل شيء، من الفلوس والقاع والمال وكل شيء عندنا. ليس خالد هو من يعاني وحده من هذا المرض فحسب، فالمئات من حالات الفشل الكلوي حصلت في الأنبار جراء عوامل عديدة، وأبرزها تلوث المياه الذي بات يحتاج إلى وقفة جادة من الحكومة المحلية. تعرف احنا بأرض زراعية ريف، يعني لا مي نظيف، الأماكن مالتنا مو تقول متحضرة أو شيء، أرض زراعية، ومن هذا الأسباب الجراثيم الأوساخ بالمي شيء. وبينما يتأمل خالد في بصيص الأمل خلف نافذته، يشير إلى أن عائلته وأصدقائه يعيشون في حالة من اليأس والحزن، إنها صرخة استغاثة لإنقاذ حياة شاب يعاني من مصير مجهول، حيث يتسابق مع الزمن والأموال للبقاء على قيد الحياة. من الأنبار أحمد فلاح، التغيير.